السلام عليكم، شو حبيب قلبي، شو اخباركم؟ اتمنى بخير. جعدتكم في جديد، اتمنى يعجبكم. طبعا شباب، هذا وياكم اليوم الثاني ببغداد، وياي الولد همه هذا سلوم، وهذا عبد الحميد. حيل شنو هاي؟ شو بس يسوون هيك؟ ماكو صوت. اوكي شباب، اليوم الثاني ببغداد. اوكي البارحه بايتين احنا بالكاظميه، لان الولد لحوا عليه يريدون يباتون بالكاظميه، واليوم بتنا بمكان لذت نفسي مش عارف، كلش حلو راقي. اوكي والفلوق اليوم اللي راح اسويه الا بشد ما مغسله، تابعوه وشوفوا وياكم. خلي اراويكم الفندق والمكان اللي بايتين فيه اللي هو بالكراده. تعالوا وياي. اوكي يا وليد، خلي اراويكم البلكونه مال الفندق. الفندق اسمه ركن العزائم، لكن العزائم صاير بالكرادة، فندق سياحي. فتشي فتشي. اوكي اوي، طبعا هاي منا بس من بالبلكون الثانية كلش حلوة بس مقفولة ما اعرف ليش. اوكي شباب، شوفوا المكان كلش حلو خاصة بالليل. هاي وليد، شلون هالفرة؟ توانسين شباب، شوفوا الاماكن طبعا حلوة بالكرادة، وهاي سرايحين الباب الشرجي، وهم اصور لكم هناك. اوكي تذكرون هذا السايح من جا مننا هذا دشني بوعضة شرف كظهرات شرف، او جاي من امريكا يصور بالكرادة. اوكي يا وليد، هسه احنا بساحة التحرير مثل ما هذا وين؟ انا اختفيت. ساحة التحرير وقدامنا شرجي، فهس رايحين الباب الشرجي مثل ما تشوفون. شباب ما يضلون حركة سمعت، نبسطهم قال الشغب. شوفوا الشغب برانا، نطب نسوي مظاهرات نقبوها ونروح. يلا يلا نبسطهم. لا احنا مو من الناس ريا ويقولون احنا نحرك التواير وما ادري شني. هاي التواير حتى كذا السيارات وترجع المظاهرات بسببنا. ايه بسببنا، ويكتبون باليوتيوب يوتيوبريه الداسه يرجعون المره الظاهره. بالضبط. ورب احرك التواير هسه، غير اخلي التحرير كله تشتغل هسه. وحل هذا ابو الشغب، ترى دول الشغب شوفوهم ما يخوفون اهل الناصريه، والله ما يخوفون، ما يخوفون المحافظات كلها. عدلين يا ابو، وشنو الاجواء؟ سولف لي. والله الاجواء اليوم بارده في بغداد، بارده ثلج. شوفوا انا حسبان ما ادري شنو قبل انفجار. لا اخوي حسبان الشرف قبل وينك انفجار هنا. اوكي يا وليد، هسه ما تشوفون ساحه التحرير قدامنا، وهي حديقه الامه وباب الشرجي قدامنا. شوفوا الولد خطي جنتهم وغراضهم. ولكم انتم ما رايحين؟ ولكم شعره تخربط والله. دور خل اراويهم الجناحات. طير طيب. شوف باب الشرجي، من تشتري الكاميرا من باب الشرجي. وهذه من نصور فيديو من باب الشرجي، هذا الفيديو من نصور فيديو بباب الشرجي. اوكي يا وليد، جبتكم مين؟ بنص باب الشرجي، من تجيب يوتيوبر من باب الشرجي. هذا شوفوا، هذا باب الشرجي، تبسطونا به خبر. هذا يا طلع بالفيديو هذا يا باب الشرجي. شوفوا تعدل شايف الجو البي دور يخلص كل شيء بي وهذا مسواك. صورة يا باب الشرجي. شنو هاي سلوم؟ شنو هاي؟ نبوي تعال عندنا ابو شرجي. هو يورد نبقى الشورجة. طيب نبقى الشورجة والله. هزه بركي. طيب دلونك على فاندوم. شوف خبل مونا بالضيم والله ضيم. شوفوا بس اقول لك والله طيب، والله صراحة هاي وحدة، هاي صغيرة، هاي النبقاية. عن جد طيبة. ايه ازه ازه هاي نبقاية.
لا هاي مو هاي نبقى يلا ما موفق هاي شو شنو هاي حلوة شو هذا نار اخي صور حلوة شو صور انت صار نساء نمشي الشرجة ما واصلي لها شباب راح اطلع لكم واحد صار له مليون سنة قاعد ولك 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 انت ولك ولك انت امتى تقوم ولك صار لك ايش كم سنة صار لك قاعد هذا اشبول لك راتب على قاعدتك هاي اشبول لك هسه لا هو قايم لا هو قاعد لا هو واقف كان كتابه هو جاب عمره هنا شوف لحيته صدق كذي تو اللي قلت لك هو اوف قاعد اوف قاعد ولا عرفت انت انا ايش من الحياه عاليه اوف 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 هذا شارع المتنبي صدق كذي جابكم لينا ها عبود شلون شارع المتنبي لا 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 خيالي خيالي حلو مربع حلو شارع المتنبي هذا ما كان هيك ترى وحرمني عمي والله وداعتك شارع المتنبي اقول له تو سوى مو ما كان هيك اه ايه هذا مقارنة جديد شريد هذا؟ راح اخذ هذا واخذ بعد كم كتاب شعر شعري؟ ايه هلا يا تعالوا لنا عبود شلون المكان والله شيء خرافي وراحه نفسيه طبعا اشكركم على هاي الجيل اللي جبتوني بها هنا شيخ ابو شاري ما ينوصف والله يضرب بالنخاع شو يا ولد على مرونا هسه رايحين القهوه ما اعرف شنو اسمها بالضبط هم سولفوا لي بيها المهم يقولوا لي قهوه تاريخيه يقولون صار لها ما ادري كم سنه صار لها الاف الاف السنين هسه ناخذ كلها وشوف بس رحنا اسمك وسام اسمك حلو وانت حلو شكرا حب اتعرف عليك شنو؟ روح للسينما نعم مكان قريب اخذكم نشوفكم الاجواء الجميله والحلوه الله يسلمهم عرفتك انت ابو المولده الحجي يشرب لي لين على مود انام خلي اراويهم التشريب شوف يا ولد شوف 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 هاي اللقمه لعيونكم هاي اللقمه لعيونكم يلا يا طالع على القهوي شوفها بتحط لحمات شوفها شوفها عابد شوفها شو يسوي شوفها بليد بليد بالخمسة سوالها هيك هيك حط لها لحمة هاك هاك هاي هاي اللحم هذا هاي هدية ضربها قبل هيك اها الطعام شلونها بالنخاع لا ضربها بالبصل شوفها يا ولد الله اوكي يا ولد طبعا راجعين للناصريه من بغداد وهذا تعبت تعبت والله على الهوا مو سايق ضيف بربك شلون فرح شيل على الفرح والله ماكو هيك ابد رب فرحتهم بغداد فرح المتنبي الكراده يعني بعد شو تريدون ما تقولوا لي شو تريدون بعد شو تسلون اوكي يا ولد طبعا بس اوقف هذا ايش بي هذا وين هذا هذا لا هذا هذا هذا
المشاهد المشاهد ليش ما يضغط لايك؟ لا لا التشبيه ليش ما يضغط لايك؟ لا ليش لايك؟ ليش ما وين شفته؟ يلا يلا لا لا اوكي والدينا وصلنا لنهايه الفيديو وشكرا لكم ورب ما تقصرون على المشاهدات واللايكات والتفاعل الحلو مالتكم وشكرا مع السلامه.